طبعا اليوم عنا فيديو جديد عن لعبة جديدة اللي هي اسمها بي كي اكس دي. اللعبة انا بلعبها من زمان بس لسه خليني انزل عنها فيديو. هاي اللعبة باختصار بدك تروح تلعب سباقات يعني تشتغل بمحلات عشان تجمع مصاري. ما فيك الا ما تلعب يا روبوت يا فوتس او يا في محل الفيديو. انا جمعت 21,000 في بيت حقه 40,000 بدي اسه اجرب جمع له يعني بعد 19,000. طبعا اذا عجبتكم هاي اللعبة بس حطولي لايكس لا أعرف لو حبيتوها. لو ما حبيتوها ما تحطولي شي بس ما تحطولي شي يعني يكتبولي بالكومنت انكم ما حبيتوها يا حطوا ديسلايكس. بس اذا حبيتوها حطوا لايكس او اذا بدكم تكتبوا بالكومنت انكم حبيتوها. اذا شفتكم حبيتوا هاي اللعبة حصير اعمل عنها كتير بس مش حصير اعمل لحالي حصير اعمل مع ابن عمي وخيي وابن عمتي. بس اسا اول دا صوروا بلعب لحالي واذا عجبتكم كفي مع ولد عمي خيي ابن عمي وابن عمتي. إذا لحقت قبل 70 بيعطوك 350. ما لحقتش طبعا على البلاي ستيشن لحسن منزل جي تي اي اونلاين. يعني لحد هلا هذا اللي انا بفكر فيه منزل جي تي اي اونلاين بلش تنزيل. انا كمان قلت امبارح بالفيديو انه رح يصير في فلوجز ما بعرف وين بدي اروح. انا حاليا نحن ما فيناش نطلع برا البيت بس فترة يعني ليكون خلص الفيروس. ما بعرف يمكن يصير يتكتل على جيمينج. يلعن حظي انا هاي تاني الله. عالحالي مش حقدر اجيب 23,000 بهذا الفيديو. انا اساسا مفكر اخر وحدة. اوكي
شو ما فيش عاد ايه اللعبة على فكرة كتير حلوة يعني كل حدا أكيد رح يحبها كمان فلا وكمان بتقدر تلعب أونلاين عندي وقت عندي وقت لحظة بلعبوا برضو في الصندوق بكير يعني بلحق لفهم كله عملوا كله ايه رحت لتشفت نطش منيح رح طول اوكي كتير منيح اوكي هسه بعد دقين بوصل ل 23000 أحمد صار أونلاين شلون يا باتليف اسمح تقلهم لا يفوت معنا أحمد ما غيره ابن عمتي أسمح تقله لا لنلعب يا ربي والله نات خرب الفلوس ملحقش جبتها ايه مش عم نقدر ليه حاليا مش عم نقدر نفوت مع احمد ما بعرف ليه نلعب ده السباق هي ما نروح ما نكفي الفروت you
المفروض الله صرت طبعا لهنا نكون وصلنا لنهاية هذا المقطع. أتمنى منكم إذا عجبتكم هاي اللعبة أنكم تكتبوا لايك، بتمنى أنكم تشتركوا بالقناة لنوصل 10 مشتركين قبل رمضان. مع السلامة.